أنا أعتبر أن أبياتي كلها قريبة القلب يا أبو سام. طيب نبي نسمع شيء أبو ربيع، لابد أنك تطلب من قصائدك. يقول سوالف أهل العرف ما عاد تنقال، عالوا عليها مبعدين المناحي، إن كانهم فيما يقولون عقال الظاهر إني صدق ماني بصاحي، ضاق الفضاء وانا جناحيني طوال، يلي تهمك سلوتي وانشراح عاد تنشدني عن الوقت لا مال، دام السماء ما عاد تاسع جناحي، احلامي اثقال وطموحاتي اثقال، ويش اترك من همومي ويش اناحي، لقفت بي الضيقه عن وجيه الانذال، يا ليتها ما عاد تطلق سراحي، ما ضدني من يلبس شماغ وعقال ان كان ما جت ضدتي من سلاحي. يا سلام، سلامتك، بيض الله وجهك وصحة وجهك ابيض لسانك ابو ربيع. مشاهد